كرم الفنان الأمريكي تشاك بيري صاحب 88 سنة في السويد، وحصل على جائزة بولار برايز لمساهمته الاستثنائية في تاريخ الموسيقى. الفنان ولأسباب صحية لم يستطع التنقل إلى ستوكهولم، ولكن المثير في تقديم الجائزة هو مقاطعة ملكة السويد سيلفيا وابنتها مادلين للحفل بحجة أنها أنشأت جمعية لحماية الطفولة وابنتها متطوعة فيها. وكان تشاك بيري قد سجن عام 61 بسبب علاقات جنسية مع طفلة عمرها لم يتجاوز 14 سنة.